كما قلت ذاك الدوره وغادي نقولها الدوره هذه ان في كل صحفي صحابنا اللي كنشوفهم كنشوف فيهم عادل ومزيان نتفكروه اليوم ونتفكروه كاملين حيتاش كنعتقد ان كل واحد فينا راه عادل ورياغلي الله يرحمه. مهم شكرا بزاف شكرا للدراري كاملين الصحفيين الصحفيات كل المناظر الاعلاميه كما قلت في الاول بدون استثناء اي منبر اللي حضر معنا واللي ما حضرش معنا شكرا بزاف دائما شكرا على التعاون ديالكم. طبعا اعتقد ان الصحافه والاعلام اعتقد هما الدائم الاكبر دائما لكل انشطه سواء كانت ثقافيه فنيه سياسيه اجتماعيه هي اللي كتوصل الصوت ديالنا ولا كتوصل المجهود ديالنا لبزاف ديال الناس اللي ما قدروش يكونوا معنا. كما كتشوفوا حنا حاضرين اليوم في الندوه الصحفيه لتقديم البرنامج العام لمهرجان كابس بارتي الدولي للفيلم في الدوره التاسعه. الدوره الثامنه يعني الدوره السابقه عرفت واحد النجاح كبير بزاف من خلال تيمات المهرجان ومن خلال البرنامج العام ديال المهرجان اللي كان غني بالفقرات ديالو سواء كانت سينمائيه او لا ثقافيه او لا الفنيه ايضا. هالدوره هذه كما اكتشفنا من خلال البرنامج غادي يكون عندنا مجموعه ديال الفقرات تكريمات عندنا عروض افلام دوليه ووطنيه اضافه الى ذلك غادي يكون عندنا تكريم ديال المخرج المغربي والسيناريست سي حسن بن جلون طبعا هو اسم من اهم الاسماء يعني صناع السينما والدراما في المغرب اضافه الى ذلك غادي يكون عندنا تكريم ديال سي خالد شطيبات وهو اعلامي من اذاعه يعني اذاعه طنجه طبعا اللي كنحتفيو به دائما وكنفتخروا به كواحد من طنجاويين اللي قدروا انهم يحققوا نجاح كبير في المجال الاعلامي. اضافه الى ذلك حضر معنا يعني دوله سلوفاكيا وهي ضيفه شرف المهرجان. من خلال هذه الدوله هذه غادي نتعرفوا على مجموعه ديال الافلام داخل المسابقه الرسميه. وايضا تيمه المهرجان اللي هي التراث والهويه هذا هو شعار المهرجان ومن خلاله غادي نكتشفوا مجموعه ديال القصص ومجموعه ديال البرامج اللي هي سينمائيه ثقافيه. وايضا غادي تكون عندنا يعني خرجه استكشافيه لمنطقه بيرديكاريس هنا في طنجه من خلال حضور شيف غادي نقوموا يعني بطهي واحد وجبه من وجبات ديال سلوفاكيا اللي معروفه بها دوله سلوفاكيا. وايضا برنامج غني اذا ان شاء الله حفل افتتاح المهرجان غادي يكون ابتداء من يوم الخميس على الساعه 5:30 سينما الريف هي دعوه مفتوحه للجميع يعني الحضور انهم يحضروا معنا الابواب مفتوحه ديال المهرجان. وطبعا اعتقد ان الدعم ديال المهرجان الكامل هو الحضور ديال طنجاويين وطنجاويات طبعا الابواب مفتوحه ديال المهرجان لكل المغاربه انهم يحضروا معنا وشكرا بزاف ومرحبا بالجميع. ابتداء من عروض للاطفال بسينما الكازار ثم افتتاح رسمي نستقبل فيه الوفد السلوفاكي يوم الخميس مساء بسينما الريف حيث سيتم ايضا مشاركه 5 دول من دول العالم في المسابقه الرسميه تكريم حسن بن جلون ثم ايضا يوم الجمعه صباحا ندوه حول فن الطبخ السلوفاكي تقديم أفلام إسبانية ومساء هناك فقرتين 3 فقرات مهمة جدا وهي فقرة مسابقة الشباب والجزء الثاني من المسابقة الرسمية وطبعا سيكون هناك زيارة رواق كونيل الذي سوف يشارك فيه الوفد السلوفاكي المتكون من 5 فنانين تشكيليين والذين أتوا خصيصا لذلك ثم إن شاء الله يوم السبت صباحا ستكون هناك 3 ندوات حول السينما السلوفاكية وسينما والهوية التراث بمشاركة أساتذة جامعيين وتقديم كتب في فن الطبخ وزيارة تفقدية للسياح وللضيوف الأجانب على اعتبار أن الاختتام سوف يكون يوم السبت مساء بتقديم الجوائز لمن يستحق وتكريم خالد شطيبات الإعلامي والدكتور وإن شاء الله يوم الأحد نتمنى أيضا أن تكون هناك يعني واحد تقديم ورشة في فن الطبخ الطنجي التي سوف تكون بمنتزه بيرديكاريس بتنسيق وتعاون مع المديرية الجهوية للحفاظ على التراث وشكراً.